موقف محرج آخر. وبحيي نايب هيدي المنطقة اللي اسمه الأستاذ السيد نواف الموسوي بهاللحظة بالذات. أستاذ مشهور عم بيسألني إذا معزومة على العشاء عند بومبيو، مع بومبيو وزير خارجية أمريكا، عارفين إنه بلبنان؟ فقلت له نحن قليل النواب اللي مش عازمنا، وهيدا وسام على صدري صراحة إني أنا ما أندع. بولا غيرك معزوم عند بومبيو، أنت معزومي بضيعي وبأرض السيد حسن نصر الله. بيشرفني كثير، شكرا. وتحية لكل مقاوم في هذه الأرض. والله فرز اللبنانيين حزب شيعي، خلينا نقول الأمور مثل ما هي، كما هو يقول 22 من 82 الحرس الثوري الإيراني يدرب شباب حزب الله، مدربين بشكل كبير على السلاح وإيديولوجيين إلى العظم. هذا برجع بقول لك لا يخدم فكرة لبنان، لا يخدم عروبتنا، لا يخدم أي قوة عربية موجودة، هذا فقط يخدم يهودية الدولة الإسرائيلية، ويخدم منطق أنك تخلي الشباب يروحوا على الموت عقائديا كما تفعل إيران بالشباب الشيعة العرب وين ما كانوا، إن كان الشباب الشيعة بالعراق أو بلبنان، قاتلوا فيهم بكوسوفو يا رجل. يعني لعبوا على هذا التناقض، أنه بولا بحضور حزب الله تشكر حزب الله وتوجه تحية إلى حزب الله. بدي أرجع وجه تحية لدكتور مشهور اللي كان عنده الجرأة يعمل لي تكريم بالبازورية مسقط رأس سيد حسن نصر الله، والجمهور كله كان من الحزب. بدي أشكره كتير، أنا كنت رايحة على هذا المهرجان. على كل حال مش هذا هو الخطاب اللي قلته، قطشوه قصقصوه وحطوا طرف منه اللي عم بحكي على بومبيو وعلى أمريكا. أنا شو كان الباقي الحديث؟ وإيران كذلك، هيدي هي الفكرة. الفكرة هي تعالوا نطلع إذا قلتي وإيران كذلك بوسط هذا الحضور. لحظة 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 لحظة، قلت لهم بدكم تنتخبوا اللي بخاطب عقلكم مش غرائزكم. كل خارج هو بده مصالحه ونفوذه ومش مصلحتنا نحن كلبنانيين. الخطاب هيدا المقصقصينه نشرته كامل، توني ركز معي، مركز نشرته مركز. كامل على الفيسبوك عندي، قد ما كل أحزاب السلطة كل ما حدا بحكي عنه كلمة بيرجعوا بكبوه ليضللوا ناسهم هن، وعارفين إنه ما عندهم ربع جرأتي يطلعوا على معقل حزب الله ويقولوا لهم للناس مثل ما أمريكا آخر همي، أنتوا إيران لازم تكون آخر همكم، لأنه هيدا البلد نحن منعرف مصلحتنا المشتركة ونحن منشتغلها، الباقي بيستخدمونا وقود بحروبهم. وهي مصيبة لبنان، ما تستعجل، خليني أكمل لأنه كتير مهم. بدي أرجع حي دكتور مشهور ونواف الموسوي، لما طلعت كان نائب مستقيل وعم بيجيبوا محله، وكنا عاملين معركة لتزويج القاصرات، وكان إجا من وراء وضع بنته حكي كلام بهذا المجال، بتمنى على عاملين حالهم أحزاب علمانية يتبنوه ويحكوه. فكان وقتها فعلا لحظة لإلي مهمة جدا، وكان ضروري حييه بين بديرته. ما كان نايب حبينه حزب الله وحطينه فوق الراس، لا كان معزول. بعدين دكتور مشهور، أنا كنت جاية من معركة، ظهرنا مع مخابرات الجيش بمعركة من هنيك، من وراء طبعا خطاب السياسي وصار مشكل، فلينا وصلت لهنيك كمان. يعني إذا بدك راعيت جرأة هالمدرسة الرائعة وشو كانوا عاملين بركي. فإذا بدك هيك لطفت شوي بالسياسة، بس أنا همي اليوم أوصل لعقول الناس مش قصص فرقعات. فخطابي كان واضح جدا، هيدا الخطاب نفسه حكيته بطرابلس وقتها كان في انتخابات يحيى مولود، نفس الكلام. يا جماعنا مصلحتنا الداخلية، ما تتطلعوا بالدول اللي بتمد ايدها على لبنان، ما حدا بيجي يساعدنا. واليوم برجع بقول لك للامريكاني وللايراني وللتركي وللسعودي وللاماراتي وللمصري، ما حدا باله فينا، ولا الفرنساوي، كلهم بالهم بمصالحهم باجنداتهم. نحن مسؤولين عن بلدنا، هيدا كان كلامي هونيك، وشوف كل الفيديو.